السلام عليكم ورحمة الله. بداية فيديو جديد النهاردة. رح نعمل ايه يا بابا؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ايوه، رح نعمل ايه؟ مروحين. ايه؟ مروحين. لا ده بيضحك، هو بيقول اي كلام. دلوقتي احنا رح نجيب تورتة لماما. ايه رأيكم في النيلوكي؟ بس ايه رأيكم في الجلابيات؟ الله، الجلابية وايه؟ ايه رأيك؟ لا تمام. مين؟ طب مين جلابيته احلى؟ مين؟ انا ولا انت؟ انا طبعا. انا. طب بصوا جلابيته، بصوا جلابيته بقى، شياكه. انا سوق ماما طبعا، رايحين نجيب لها هديه بمناسبه عيد ميلادها. وعيد ميلادها كان اول يوم رمضان، بس انا لسه عارف دلوقتي، يعني ما قاليش لسه ايه اللي دلوقتي. واحنا هنجيب لها هديه وان شاء الله نوريكم، واحنا رايحين نعمل لها المفاجاه. خليكم معانا واستمتعوا باللحظه اللي احنا رايحين نجيب لها المفاجاه. سلام، باي. طبعا جبنا لها التورته اهي، جبت لها. انا اللي دافع، خلي بالك انا اللي دافع مش بابا. انا اجمد، انا اللي عامله مش هو. هستخسر يدفع لي 15 جنيه عشان نجيب لها رقم، صح ولا مش صح؟ استخسرت ولا ما استخسرتش؟ ماما عندها سنه واحده يا ابني. لا ماما عندها سنه واحده. استخسر يديني 10 جنيه عشان اجيب رقم، وانا هدفع له. مش عايزين نقول بس عشان ماما. يعني البركه فيك يا عم عبد الرحمن، ربنا يخليك لينا يا رب. طبعا نروح صح، احنا قلنا حساب، احنا هنعملها مفاجأة. نروح نعينها قدامها. اما تعينها قدام عادي خلاص، ما يتعلق المفاجأة اللي انت تجيب تعمل. هنمثل قدامكم اللي هي اتفاجئت بقى، وايه هنمثل قدامكم. ماشي، زي ما كله بيعمل. احنا جيت علينا احنا نمثل، يعني امال المقلب اللي بيعملوها بيبقى فيك وبيمثل ان هم اتخضوا يعني. سلام. نروح بقى واحنا عندنا المفاجأة كده. ياه سلام. اهم حاجة عندك ايه بقى في العلم ده؟ هناكل تورته. الاكل طبعا. انا اوريكم الجاتوه والتورته. انا جبت اربع جاتوهات واربع تورتات. اربع تورتات؟ اربع تورته. تورتايه؟ واربع جاتوهات. اربع جاتوهات بس. انا دافع فلوس التورته؟ والنبي والله ما حصل. وانت دافع فلوسك كده؟ والله ما حصل. خلي بالك الجاتوه اغلى. انا جبت جاتوه لواحد ب 30 جنيه. ايه؟ الجاتوهات اللي انا جايبها ب 30 جنيه الواحد. انت جايب جاتوهات؟ جايب اربع جاتوهات، الواحدة ب 30 جنيه، يعني 3 و3 60، 120. مين اللي دافع بقى الثمن؟ انا جايب التورته والجاتوه. هاي انا خلي بالك الجاتوه، لا الجاتوه نص يعني. تيجي نقول الثمن وخلاص؟ ايه؟ تيجي نقول الثمن وخلاص؟ لا ما ينفعش. بلاش. طبعا هنروح نعمل مفاجأة ونجيب. سلام. طبعا احنا طالعين دلوقتي على السلم. احنا بنتوقف احنا بنشوف باي. طبعا داخلين اهو على باب الشقه. خبطت. يلا بينا. في حد يجي لكم غيري؟ يلا يا عمر. اهو عمر، اهو شادر. كل سنة وانتي طيبة يا تفضل. جاتوه تورتة 190 جنيه ضاع. انت طيب عمر، ايه رايك في التورته؟ شفناها لسه؟ هتشوفها دلوقتي؟ يلا بينا نشوفها مع بعض. استنى يلا اهو نفتح. بشكرك اللي انت افتكرت عيد ميلادي، بس اتمنى طلب واحد بس، انك ما ترجعش تقول انا عاوز الفلوس دي تاني. ان شاء الله هجيب لي بقى هديه انت. ايه هجيب لك؟ انا عاوزها يعني تاني. لا دي هتجيب لي. هو ايه؟ انت بتصور ايه؟ بصور وانت بتفتح التورته. يلا كاميرا؟ اه. يا رب تطلع بالشوكولاته. بسم الله. تمام. ايه رايك فيها؟ امسكيها كده ماما عشان ناخدك صوره. تسلم ايدك يا بودي. هي دي البن؟ وسع عمر، وسع وسع وسع. يلا. تسلم ايدك يا بودي وشكرا على التورته الجميله. ورينا الجاتوه بقى.
ما تقفلش عشان اصور لك صوره بيها وما في الكاميرا. يس لما اقفل الكاميرا نازل احط التورته مكانها. تمام هتقول لك احنا في الصوت احنا في صيام. ايوه افتح له عمر يا بابا يعني افتح له عمر انا هاكل دي ورب اهو هنفتح الجاتو الجاتو نجي لكم بقى بالليل واحنا بناكلها. شكرا عبد الرحمن اللي انت طبعا تحويشه عمر كلها جبتي بها هديه عيد ميلادي جاتو تورته. وطبعا يا جماعه الفيديو ده عبد الرحمن هو اللي عامله شجعه عبد الرحمن. عايز اقول لك حاجه بابا بابا احنا عند الراجل قال اهم حاجه الاكل وقلت له هات 10 جنيه قال لي لا ما مش جاب حاجه ما رضيش. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك القناه ولا اله الا الله.